الله يا رب، أتحرق بالنار وجوها كانت لك ساجدة، وألسنا كانت لك ذاكرة، وقلوبا كانت بك عارفة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اللهم يا رب نسألك الرحمة لأموات المسلمين جميعا. اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا يا رب. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم يا رب. اللهم آنس وحشتهم يا رب العالمين. يا رب نسألك الهداية لكل عاص. اللهم اهد العصاة منا يا رب العالمين. ردنا يا رب إلى دينك ردا جميلا يا رب. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا التوبة منها يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا رب اصلح شبابنا، واصلح بناتنا، واصلح أولادنا، واصلح بيوتنا. طلبة العلم اللهم نجحهم يا رب العالمين. طلبة العلم اللهم وفقهم يا رب العالمين. طلبة العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم فهم سليمان. اللهم علمنا كما علمت آدم يا رب العالمين. اللهم افتح على أولادنا يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. يا رب في أخت إن شاء الله وهي وكثير ما هم يا إنسان qui nous a demandé de prier pour elle pour son fils qui a يعني 20 ans à peu près إن شاء الله. واليوم راح تقول بلي خرج من يدي بعد التربية اللي ربيتها وكل شيء، خرج من يدي ما عادش، وعنده خلطة سيئة mauvaise fréquentation. Il a pris un autre chemin. يعني il fait tout le contraire de ce que je lui ai appris. سبحان الله. فتطلب منا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه. اللهم اهديه يا رب. اللهم رده إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا يا رب العالمين. السادة المستمعين والمستمعات، قبل ما ندخل على مذاكرة اليوم إن شاء الله، نذكر بالدعاء اللي رانا باقين حظوا فيه إن شاء الله، وهو الدعاء عندما يستصعب على الإنسان شيء. عندما يستصعب على الإنسان شيء فعليه أن يلجأ بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو مفتاح الفرج يا إخواني. الدعاء مفتاح الفرج. الدعاء هو الوقت اللي يظهر فيه العبد ذله واحتياجه وفقره بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا فالله سبحانه وتعالى لا يردك خائب يا أخي إن شاء الله. فعندما يستصعب عليك أمر فأدعي الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذا mon Dieu, il n'est de choses faciles que celles que tu as rendues faciles. Et c'est toi qui facilites les peines lorsque tu en as, يعني tu en as décidé ainsi. يعني إذا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا يا رب العالمين. إذن فالإنسان عنده امتحان، عنده اختبار، عنده un examen de permis، عنده un examen devant la commission، عنده من يشعر فنايا من conférence، عنده محاضرة يلقيها، عنده سبحان الله un examen oral qui va passer. فدائما أمور تصعب على الإنسان،
فيذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فإن شاء الله لابد هذه الأدعية والأحاديث تفهم على حقيقتها يا إخواني. فمثلا التلميذ اللي يسمع هذا الحديث يكتبها في ورقة ويديرها في اللاباج الأولى تاع الكاي تاعه مثلا، صح صافي يدير باك وسيرك كاتب هذا الحديث، سيرك ما خلاص كل شيء يجيك سهل. لا، تحب يجيك سهل إن شاء الله، أولا لازم تذاكر، لازم تخدم، لازم يعني سبحانه تجتهد، ثم تزيد تدعو الله سبحانه وتعالى، وهنا رب العالمين يوفق وكل شيء يكمل بالله. إذن فلا بد الإنسان دائما: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدعاء اللي أنا بقينا نحفظه فيه يعني في هذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إخواني إن شاء الله. نلتقي في هذه الصبيحة المباركة إن شاء الله مع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، ومن خلال هذا الحديث سوف نعالج يعني موضوع اللي هو موضوع إن شاء الله يهمنا كل يا إخواني كبير وصغير يعني كلنا جميعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره. إذن سلميكي كخوا سلميكي كخوايا سبحان الله أديو du jour de la résurrection, le jour du jugement et tout ça, c'est-à-dire aux croyants, yani, aux croyants d'une manière directe, à tout croyant, inshallah, le Nabi alayhi salatu wa salam, il nous recommande, hein, fal yu'in, l'insan, li khaf rabbi, ou yu'min rabbi al-alamin, ya'af bali al-janna haq, ou al-nar haq, idhan, fa, yani, fa, al-matloub minnah, huwa an yu'ina waladahu ala birrih. هذا الولد اللي يعني اللي تزاد، هذا الولد اللي درتوه بيناتكم أو هذه البنت هذه تحتاج إلى من يساعدها، إلى من يعينها في أمر دينها. إذن فيعني الإنسان لابد أن يعين ولده على بره. عاون ولدك باش يطيعك. Aide ton fils, aide ton fille, ta fille pour qu'elle arrive يعني à t'obéir. يعني فلا بد الإنسان كيف يا إخواني. فإحنا au moment où on demande aux enfants يعني باش يكونوا يعني طائعين لوالديهم ويكونوا بارين بوالي يعني بالوالدين تاعهم، فعندما نطلب هذا من الأولاد يا إخواني فهذا طلب، هذه يعني une demande qui يعني qu'on fait auprès des enfants c'est d'avoir, يعني d'obéir à leurs parents, subhanallah. Fa, lama ahna li baghin na'aljuh al-yum, ya ikhwani, huwa min hadith al-Nabi sallam, fal yu'in. C'est-à-dire que le papa et la maman, iliq, huma y'aounu wildhum ala birrihim. Kayfa nu'aoun awladana, ya ikhwani, subhanallah. Fa, idhan, يعني الأب يا إخواني السكير، le père qui est alcoolique à la maison، le père qui est violent à la maison، le père qui est un mauvais exemple à la maison، هذا راه ما عاونش ولده ولا بنته على طاعته على بره، parce que c'est un mauvais exemple، c'est il est سبحان الله العظيم un mauvais musulman même pour dire سبحان الله. يعني تعب أولاده تعبهم مساكين مش يعاونهم، تعبهم سبحان الله il va les faire souffrir، au contraire ils vont vivre dans le يعني سبحان الله le cauchemar avec lui. Alors ce père là يعني elle a pas aidé pour le bien de ses fils، elle a pas œuvré dans le يعني dans ce sens سبحان الله العظيم. الأم يا إخواني الأم اللي يعني سبحان الله
يعني ما هيش قدوة حسنة قدام بنتها، الأم اللي تكمي قدام بنتها، الأم اللي سبحان الله العظيم تقبض التليفون وتهدر مع ماشي زوجها، مع عشيقها ولا مش عارفة كذا قدام بنتها، الأم سبحان الله العظيم اللي في اللباس تاعها ماشي مستور أمام يعني سبحان الله. فهذه أم لم تعين بنتها على التربية وعلى بر والديها، ما عونتهاش، غبنتها يا إخواني، غبنتها سبحان الله العظيم. إذا يا إخواني باش نقول باللي هناك بعض الأولاد certains enfants يعني il faut qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps parce que Allah subhanahu wa ta'ala il les a يعني أعطاهم il les a donné يعني une maman ou un papa ou bien les deux un papa et une maman subhanallah qui ils servent quand même à quelque chose. C'est pas le papa le papa qui véhicule la haine يعني en dehors là. Les ولاد ils sont innocents سبحان الله العظيم ولكنهم يعاونوا يا إخواني. فيعني الإنسان اللي يحبش ولاده يطيعوه لازم هو يكون قدوة لهم يا إخواني إن شاء الله. إذا فيعني لما تشوف بعض الآباء يكذب على وليداته أقول له يسوني التليفون يقول له قول له ماني شهنا، عنده الفلوس ولده يطلب منه حاجة ويقول له ما عنديش ويعرف غير كلمة ما عنديش، ومن بعد ولاده يتبين باللي هذا الأب راح لعب التيارسي، أدرك ولاده طلبوه في حاجة باش يشروا كتاب تاع علم فضل هو يروح يلعب بهم يقمر بهم وما يعطيهمش لولاده، فضل يروح يلعب بهم وما يشريش لكوميسيون للدار ولا ما يخلصش الواي. هذا عند الإنسان مسلم وبمعنى الكلمة ما يديرش هذه الأشياء، ما يروحش لأهل الميت يعني بالنسبة لي يعني الميت. إذن لابد أن نكون يا إخواني لابد أن نكون قدوة إن شاء الله. ففي القرآن الكريم يا إخواني في القرآن الكريم وردت آية في القرآن الكريم وهي تصف أحوال يعني ما قبل الإسلام. في القرآن الكريم هناك يعني قوله سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت يعني الناس اللي ماتت بدون سبب بدون يعني أي سبحان الله أي سبب وماتوا وهم صغار وكل شيء، هذا يوم القيامة سبحان الله العظيم يسألها رب العالمين وتقول لرب العالمين يا رب سقسيهم هذا الناس اللي داروا لنا هكا، سقسيهم لماذا يا رب. يوم القيامة المقتول يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول له يا رب العالمين سقسي هذا الذي قتلني، دوموند ا سيلوي كي ما تيي دوموند لوي بوركوا إلا في سا، لماذا قتلني بوركوا إل ما تيي سبحان الله. إذا كذلك الموؤودة وهم الأطفال الصغار les femmes qui avortent et les femmes يعني سبحان الله العظيم اللي يعني الآباء qui acceptent ou bien qui exigent lorsqu'on entend qu'il y a des papas qui sont partis parce que la femme elle est tombée enceinte يقولها دبري راسك. Il y en a des papas qui c'est eux qui étaient la cause. Ils ont influencé la femme, ils ont tellement يعني bouviné la femme, il dit لها طيحيه وتروح مسكينه طيحه. هذا الطفل اللي طيحته لافورتمون كو فوزافي في يوم القيامه هذاك الطفل هذاك سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي سقسي بويا وامه علاش قتلوني، علاش لماذا واش كاين، اسالهم يا رب العالمين. واذا الموؤوده سئلت، كان سيدنا عمر قبل ما يدخل في الاسلام وهذا كان من عصر الجاهلية أن البنت تدفن وهي حية، لأنه كان يشوف البنت هي العار هي الحشمة هي يعني سبحان الله العظيم كل إذن فيعني سوف
يعني تسأل عن هذا، وإذا الموءودة سئلت. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه قبل ما يدخل الإسلام يدفن بنته يحيى، كانت المرأة والبنت يجيبوها حية ويدفنوها وهي تبكي وتعيط وهم يدفنوا فيها يا إخواني، لا شفقة ولا أي شيء. فسيدنا عمر قبل ما يدخل الإسلام avant qu'il se convertit à l'islam et tout ça il a يعني enterré une de ses filles. Et au moment de l'enterrement وهو يرجع لها في التراب هي كانت تلعب بلحيته، البزة هذه كي تقبض بها من اللحية وتجبد وكذا هو يقص عليها في التراب. شوف يعني القلوب القاسية كيفاش سبحان الله. فهذه البنت سوف توقف سيدنا عمر أمام الله وتقول له يا ربي اسأله فيما قتلني يا رب. وكما توقف هذا البنت سيدنا عمر أمام الله توقف كل بنت وكل ولد، يوقف والديه ولا أمه أمام الله ويقول له يا ربي اسألها فيما قتلتني، لماذا قتلتني سبحان الله يا رب، اسألها. وإذا الموءودة سئلت، إذن هذا الإنسان اللي غير أفورتي وراه راجلي ما قبليش، والراجل اللي يقول مرته طيحي، والراجل اللي يخرج من الدار خاطر مرته تحت أونسانت وكذا وطيحيه ودبري راسه وكذا، فهذا يا إخواني سبحان سوف نسأل عن هذا كل يوم القيامة، سوف نسأل عن كل هذا يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فلنحذر يا إخواني، فلنحذر. فبكري يا إخواني يعني قبل ما يجي الإسلام كان هذه يعني هذا العمل موجود، وأذ البنات وهي حية. هل هذه العملية انتهت؟ سيئ سيتي ليبوك سي تيرميني ولا سا إكزيست توجور يا إخواني؟ Je peux vous confirmer que ça existe toujours. Il y en a des gens, des papas qui tuent leur fille, يعني وهم أحياء alors qu'ils sont vivants سبحان الله العظيم. فهذا الأب، هذا الأب اللي يمنع بنته أنها تكمل الدراسة تاعها، يقولها ما تقرايش قعدي في الدار، المرأة معروفة غير للقصعة والعجين، المرأة مديورة غير للتسياق، هذا والله وأد يا إخواني، هذا والله وأد. سي باغايك هذاك اللي دفنها وهي حية سبحان الله. الأب اللي يزوج بنته من إنسان لا تريده يزوجها بالسيف، ادي هذا ولا عليك دعوة شر، ادي ولد عمك ولا عليك دعوة شر. الأب اللي يزوج بنته مع إنسان ما عنده حتى دين سبحان الله، إنسان يعرفه باللي قمارجي، إنسان يعرفه باللي تعكيف وتحشيشة، إنسان يعرفه باللي موش ما يصلي ما حتى حاجة، إنسان يعني ويزوجه بنته، فهذا اقتلها مسكينة وأدها سبحان الله العظيم. هذا كله وأد يا إخواني، هذا كله ظلم، ويوم القيامة سوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى، حيث سوف يجتمع الآباء والأمهات، الكل سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا الله سبحانه وتعالى. ثم يقتص الله سبحانه وتعالى من كل إنسان على أفعاله، في على أفعاله مع زوجته مع أولاده ومع بناتك سوف تسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني مرة يعني جاء سبحان الله العظيم، كان يجيه الحسن والحسين وهم ولاد بنته ولاد فاطمة رضوان الله عليها، فيعني يلعب معهم النبي عليه الصلاة والسلام، يلعب معهم يرفد هذا يحط هذا، هذا ينقز من هذا كذا ويلعب. فدخل عليه أعرابي يعني أنه كي يفني فار البروفات اللي غانت خيلة تخوفيك الحسن والحسين لنوفو يعني لنوفو البروفات السنترين تجوي أبي كلمي سبحان الله. فدخل هذا الأعرابي وشاف النبي عليه الصلاة والسلام أنتران دومبغاسي الحسن والحسين يقبل في أولاد بنته، فقال الأعرابي أتقبلون أولادكم وزومبغاسي فوزنفا؟ جاءت غريبة الأعرابي أنه واحد يقبل في 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 ولده ولا في ولاد بنته الغلظة وشل. قال أتقبلون أولادكم؟ فقالوا يا رسول الله، الأعرابي قل يا رسول الله أنا عندي 9 أولاد يا رسول الله، لم أقبل أحدا منهم قط، عمري ما بست واحد فيهم، جي جامي في لا بيزا كان دو سي سي نيف زونفون كو جي، يعني وهو يقول فيها كلي زعما هذه هي الرجولية، كلي زعما هذه هي يعني سبحان البطولة، يقول فيها وهو يفتخر، يعني اللي ديز اون دي لو كو سي سا يعني فريمون لو فري لو فري لو فري اوم ليكزامبل ا سويفر كوم اون دي، يعني يفتخر
بهذه القسوة، يفتخر بهذه الغلظة، قلب قاسي، قلب غليظ على وليداته، تسعى ما بش وعد فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، وش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا النبي، وما أفعل بك؟ وش ندير بك يا أخي؟ إذا نزعت منك الرحمة، وش ندير لك؟ الله غالب، إذا كان ربي نحى من قلبك الرحمة، وش غادي ندير لك يا أخي؟ من لا يرحم لا يرحم. الإنسان كي با ميزيريكورد، سبحان الله، سلميكي يعني سبحان الله، كي فيكي با يعني لو باردون لا ميزيريكورد توزا، هذا لا خير فيه يا إخواني. من لا يرحم لا يرحم، سبحان الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا، يا أخي واش ندير لك أنا إذا كان قلبك هكذا غليظ، قلبك هكذا والعياذ بالله يعني كذا. إذا فنحن اليوم يا إخواني بعض الأحيان تصيب لو بابا يعني أو جالس في بار من البيران، ولا في قهوة من القهاوي، ولا قدام لا تلفزيون داير كراع على كراع، مجبد مع راسه كما يقول لك يا أخي، سبحان الله. أيوه قاعد يستنى تجي بنته ولا يجي ولده غادي يبوس له راسه، ولا غادي يبوس له يده، ولا غادي يجي يسلم عليه. سبحان الله، سبحان الله. يعني باش الإنسان، باش الولد يبوس راس باباه، ولا يبوس يديه، ولا يبوس مام الرجل تاع عمه، مام لبينه، هذا لما ما في حتى حرج يا إخواني، بالعكس بالعكس تدخل الفرحة على الوالدين. ولكن يعني ما تقدر ما تنجمش تنتظر، tu peux pas patienter et d'attendre que ta fille elle va rentrer pour t'embrasser ولا elle t'a fait la bise ولا كذا ولا ولدك، alors que toi tu as rien fait à côté. Tu as rien fait. Ni tu as assumé l'éducation de tahom, ni tu as assumé même ce qui fait kurushum. Subhanallah. Fa kifash rak baghi tistanna ghadi waldak yiji wtabtab alik wala yqul lak papa rani baghina abadan. Ma qbel ma tistanna esal nafsak madha qaddamt li hadha alwalad. Le papa subhanallah alazim ki yani le papa ki pour payer يعني la pension alimentaire, il faut qu'il y ait un huissier derrière lui, il faut qu'il y ait la police derrière lui, le juge derrière lui. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on attend d'un père comme ça, subhanallah, alors que si son fils, si sa fille, un papa qui a abandonné ses enfants, subhanallah al-azim, sans aucune suite, sans nouvelles et tout ça, subhanallah al-azim, et de l'autre côté, on attend que soi-disant sa fille va l'appeler, ou là son fils va l'appeler, ou là qu'il a fait très grave, il dit papa, abadan. Lorsqu'il te voit dans la rue, il change le trottoir, subhanallah. لأن هو ما قدم حتى شيء. Le papa, il a rien fait. Il a rien fait pour eux. Il a rien fait, subhanallah. Il y en a des enfants qui disent à leur maman, maman, ne te casse pas la tête, ça sert à rien de l'appeler. Et ils parlent de qui? Ils parlent de leur papa. Parce que ce papa, il s'est jamais manifesté, subhanallah, l'azim. On dirait qu'il les a fait, yani, il les a oubliés. Subhanallah. Mais il a oublié aussi que c'est une responsabilité. Il a oublié aussi qu'il va être jugé yom al-qiyama. Alors celui qui a un comportement comme ça, c'est pratiquement pareil comme يعني, le temps يعني, de al-jahiliya, l'époque avant l'islam, où ils ont enterré la fille vivante, subhanallah al-azim. غير هذوك دفنوها في التراب وانت دفنتها وهي حية كامل. البنت اللي ما تعرفش باباها كاع، البنت اللي عمرها باباها ما رفدها وحضنها، سبحان الله العظيم. البنت اللي عمرها ما باباها يعني حوس عليها لا قرات ولا ما قرات، شكلات ولا ما كلات، سبحان الله العظيم. وكي تتكلم معاه مرته اللي هي أمهم، يا وليدي الله يهديك ولادك، عندك لاكاف، علاه انت جيت غير لاكاف هذي؟ هذا ما كان على لسانك غير عندك لاكاف. تخيل ما كانش هذه لاكاف، ايماجين كو يا باس هاد كاف، ايماجين كو يانا 20% دي فام كي زون كاس با لاكاف ا كوز دو بير كي فو با ريكونيتر لونفون. سبحان الله العظيم. اذا هاد الناس هادو يا اخواني كيف؟ هل انتم او انا افضل من
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل واحد فيكم ولا منا كنا أفضل من رسول الله؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تدخل عليه فاطمة lorsque sa fille Fatima mariée avec 10 enfants et lorsqu'elle vient rendre visite à son père, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدوب يقف لها ويقول مرحبا بابنتي, tu es la bienvenue ma fille, il la serre, il l'embrasse, alors qu'elle a 10 enfants, elle est maman subhanallah, et كان يقبلها على جبينها sur le front. إذن فيعني يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في بره, يعني سبحان الله في إعانة ابنته على بره, يعلمنا ويعلم الأمة كيف نربي وكيف ننظر إلى بر الآباء, إلى بر الآباء إلى أولادهم. إذن يا إخواني, يا malheureusement on dirait que les gens خلاص سبحان الله ils oublient. On dirait que les gens, ya ikhwani subhanallah al-azim, ils ont abandonné, ils ont baissé les bras, ils ont quitté subhanallah al-azim cette grande responsabilité qu'on a par rapport à nos enfants subhanallah. Il faut qu'on sache une chose, ya ikhwani, il faut qu'on sache une chose, tout ce qu'on fait à nos enfants, du bien ou du mal, les résultats, on va l'avoir, on va les récolter dans 15-20 ans. 25 ans même, subhanallah. Si on a semé le khayr, on va récolter le khayr. Mais si on a semé le shar ou l'iyadu billah, automatiquement on va récolter que le shar ou l'iyadu billah. Idan, faman zara'a khayran, fasawfa yahsudu khayra, wa man zara'a sharran, fasawfa yahsudu l'iyadu billahi sharra. Insallallah as-salama, ya ikhwani. ولهذا يا إخواني سأسرى rien de se plaindre. À chaque fois on se plaint, ouais les enfants ils ne nous occupent pas, ça y est plus maintenant, c'est plus comme avant, les enfants ils sont pas obéissants, les enfants subhanallah ils écoutent pas, ils veulent rien savoir. Mais هذا الشكاوي هذا ça يشبعنا منهم يا إخواني. هذا اللي plaint كل يوم والهدرة كل يوم, ولادنا ما يسمعوناش ولادنا ما يطيعوناش, ça يشبعنا منهم subhanallah. Il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi ils sont comme ça, subhanallah? Pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont difficiles? Pourquoi les enfants d'aujourd'hui ne sont pas obéissants? Pourquoi les enfants d'aujourd'hui ils n'écoutent pas leur papa? Pourquoi les enfants d'aujourd'hui, yani, subhanallah, ils se permet, yani, de s'adresser à son père ou à sa mère avec un vocabulaire vulgaire, avec des mots durs, subhanallah al-azim. Alash ya ikhwani, subhanallah. Alash ya ikhwani, labudda an nas'al haz, li'annana nahnu al-waldin, nahnu al-aba, qassarna. Qassarna ya ikhwani, subhanallah. Qassarna fi haqqhum ya ikhwani. دائما نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على فاطمة وعلي زوجها, فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, كان فايت من ثم سبحان على فاطمة وعلي عندها, زوجها عندها واللي هو علي, وكانوا نايمين, يعني الزوج كانوا يعني أنتندو دغمي, ولكن الحسن ولدهم كان يبكي. الحسن حفيد رسول الله كان يبكي ويطلب الطعام, il a envie de manger, il avait faim, لكن بوه وماماه كانوا راكدين. اشتدر النبي عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام هل ناض قاعد يزقع لهم, ما تحشموش ولدكم قاعد يبكي وانتم راكدين, كذا حرام علي, لا أبدا, خلاهم راكدين مساكين لأنهم أعياؤه. فاطمة يا إخواني, فاطمة بنت رسول الله كانت ترضع الحسن والحسين في يدها اليمنى, وتدير الرحى, كانوا بكري ما عندهمش المولينك, يعني المولينك والراب, يعني ولا باش يطحنوا, باش يعني الراباتير باش يصنعوا كذا. كانت مسكينة ترضع في الحسن والحسين باليد اليمنى, ليد ليسرى قاعدة تدور في الرحى هذيك تاع الحجر باش تطحن, باش تعد لزوجها ولأولادها يعني خبزة باش يأكلوها وكذا.
وبرجلها وبرجلها يا إخواني تمخض في الشكوى برجلها أنتران يعني باش تمخض لك الشكوى المعيزات اللي عند اللي حلبتهم باش يعني شوية حليب وشوية البن وكذا. وكانت بلسانها تسبح الله وبلسانها تسبح الله سبحانه وتعالى يا إخواني. إذن هذا المرأة اللي دايره كيما هاك يا إخواني لما تطيح مسكينة وترقد عيانة شفنا ولا ما تشفناش؟ شفنا يا إخواني سبحان الله. إذن فلما دخل النبي عليهما وجدهما نائمين والحسن يبكي استدار النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة بكل تواضع راح دار راح نبسم راح المعزم المعيز تاعهم فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام وهذاك الحليب جابه أعطاه للحسين. فسبحان الله لما نشوفوا هذه القصة يا إخواني لما نشوفوا هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام منزلته عليه الصلاة والسلام يا إخواني عظمته عليه الصلاة والسلام مكانته عليه الصلاة والسلام انشغاله بأمور الأمة الإسلامية كلها يا إخواني الهم الدعوة الذي يحمله رعايته للأمة سبحان الله العظيم. ومع ذلك مع ذلك راح حلب وجاب الحليب للحسين وأعطاه شرب وخلى بويهما راقدين يستراحوا شوية لم يوقظهما سبحان الله لم يزعجهما سبحان الله ما قالش أيا اسمعوا أنا يا الخدمة عييت ما نطيقش أني ندخل عيام الخدمة أنا كرهت منكم الخدمة كل شيء لا الخدمة الباسبا أفون يعني تيزونفون سبحان الله شاك شوز أسا بلاس كومون ديغاج الخدمة في بلاستها وليداتك في بلاستهم أمهم في بلاستهم الخدمة في بلاستها وليداتك في بلاستهم زوجك في بلاستو والديك في بلاستهم يعني كل حاجة في بلاستها سبحان الله. الناس قاعدة هي تخدم الناس قاعدة عندهم مسؤوليات الناس قاعدة هي سبحان الله تزعل مكش غير انت سبحان الله. الأولاد هذو محتاجين تعطيهم مينيموم ربع ساعة في النهار تريح معاهم تضم هذا إلى صدرك ترفد هذا على كتفك تبوس هذا من يعني sur le front tu caresses celui-là سبحان الله un petit peu essaie de discuter avec eux mais ces enfants que tu vois jamais et même si tu es à la maison on dirait que tu n'y es pas au contraire ils souhaitent que وقتاش تخرج tellement que سبحان الله بحجة ماذا sur le prétexte de quoi comme quoi on est fatigué on travaille tôt ou يعني laisse-moi tranquille j'ai un problème demain j'ai des responsabilités mais il y a rien qui empêche une chose à l'autre subhanallah. هل أنت أفضل من رسول الله il était responsable il était le gouverneur il était l'imam il était tout subhanallah. ينظم أمور الحرب ينظم يعني يستقبل الوفود يفتي للأمة يصلي بالأمة يعني سبحان الله كل. ومع ذلك كان يرفد الحسن والحسين ويقبلهما كان يحلب الشاة كان يساعد أهله في تلقيع ثوبه في خصف نعليه في يعني الميناج مع مع زوجته كل شيء كل هذه الأمور سبحان الله. إذن ف يعني لابد يا إخواني أننا قبل ما نطالبوا pour conclure إن شاء الله avant qu'on demande يا إخواني à nos enfants de nous obéir il est إحنا نعاونوهم يا إخواني إحنا نعاونوهم على أنهم يطيعونا بإعطائهم القدوة الحسنة المثال الحسن. Un enfant qui voit son père en train de prendre l'alcool et il connaît que les mots vulgaires il connaît que frapper sa mère, يعني sa femme qui est la يعني leur maman, les insulter, ils connaissent de leur يعني de leur peur de leur peur que les insultes et les injustes subhanallah al-azim. كيفاش باغين هذو الاولاد يطيعوك ولا الام كذلك يا نادي مامون aussi هذا البنت اللي سبحان الله اللي تشوف امها منحرفه يا نادي مامون qui pousse leur fille أمهات تدفع ببناتهم إلى الحرام طلقيه تقولها طلقي راجلك ديني كيما نسا قاعدة لينا مع واحد كلوندو ما يخدمش كل شيء وقاعدة مقابلاته طلقيه وروحي خدمي على روحك الناس دارت الديار في البلاد ودارت الطيارات في البلاد انت قاعدة صافي دير كواسا البوس صافي بور ألي فيغ الحرام سبحان
الله العظيم. ينادي مامون سمحوا لي الأمهات حاشا لله كل ينادي مامون سي أو كي غامان دي زوم على ميزون لبناتهم سبحان الله. يبغي نقولوا الولاد راهم مقباح وراهم يردون ما هو احنا اللي كنا السبب سبحان الله. ولهذا يا إخواني دائما قصة ذلك الرجل الذي جاء لسيدنا عمر رضي الله عنه وقالوا يا سيدنا عمر إن ابني يعقني ولدي ما يسمع ليش يا. فسيدنا عمر إلى كونفوكي لفيس يعني لانفون إيه سي إيطوني كمون ساسفي سبحان الله أموني بوك سبحان الله سي لاج دور دو الإسلام يعني وطول موند الحمد لله لا سوميسيون توتال أ الله لوبيسانس توتال وزور ديفين متابع كل سبحان الله. شاب في خلافة عمر لا يطيع والده يعوق قال جيبوا لي هذا الطفل غامني له. Et lorsque l'enfant il se présentait devant Sayyidina Omar, قالوا يا سيدنا عمر اسمع مقالتي. Écoute ma version. Parce que mon papa il t'a donné sa version à lui. Mais moi j'ai ma version, subhanallah. Comment vous voulez que je l'obéisse cet homme-là, ya Sayyidina Omar? Cet homme il s'est marié, il n'a même pas fait le choix de maman. De sa femme qui est ma maman. Il avait une banque chez lui, hein, une banque qui travaille chez lui. Avec une relation, et ils m'ont mis au monde. Mais il n'a jamais choisi ma mère, subhanallah. Parce que la femme que tu vas épouser, elle va être la maman de tes enfants. Alors il faut que tu saches choisir. Le papa, le monsieur que tu vas te marier avec lui, soi-disant par amour, et si lui ou bien je me suicide, il faut que tu réfléchis bien. Qu'il va être le papa de tes enfants. Subhanallah. Si tu vas te marier avec quelqu'un alcoolique, ça va être le papa de tes enfants. Pourquoi tu les fais souffrir au monde ce qui ne m'a pas besoin? Fakalou ya Sayyidina Omar, hada la mikhtar li ummi. Kalou ya Sayyidina Omar, ana il m'a donné un prénom que, subhanallah, c'est quoi ce prénom qui m'a donné? Jaran, un oiseau sauvage à Kalal. ثم قالوا يا سيدنا عمر ما رباني ما علمني سورة من القرآن ما حفظني كتاب الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر التفت إلى الرجل قال له أنت السبب c'est toi la cause pourquoi l'enfant il est comme ça سبحان الله. Alors des fois يا إخواني c'est bien de demander à nos enfants d'être obéissants d'être سبحان الله doux d'être mais qu'est-ce qu'on a fait en contrepartie nous avec eux avant de leur demander qu'est-ce qu'on a fait subhanallah. Est-ce qu'on a assumé notre rôle parce qu'on va récolter ce qu'on a semé subhanallah al-azim. فمن زرع خيرا فسوف subhanallah فسوف يحصد خيرا ومن زرع شرا فسوف يحصد شرا وكل إناء بما فيه ينظر subhanallah. نسأل الله أن يهدينا يا إخواني إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح حالنا وحال أولادنا يا رب العالمين. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله لي في أسماعكم مستمعينا ومستمعاتنا.